بس ما تنقص النجوم صح؟ كم نجمة الحين؟ 3 والله نايس شيء اسطوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد ردد اونلاين. قبل ما نبدا لا تنسون اللايك والاشتراك ويلا نبدا. يا هلا ومرحبا بالاساطير، رجعت لكم بمقطع جديد من اللعبة الاسطورية ردد اونلاين. شنو عندنا اليوم؟ اليوم عندنا رحلة صيد، ولكن بالبداية خلونا نشوف التحديات اليومية. نلف سهم يسار، يبينا نبيع 5 ريش. حلو، مهمات جيمس ممكن اسويها، اسحب عليه. يبي نداعب الكلب، نلعب مع الكلب بالمخيم تكرمون. شو دا نسحب عليه الريد سيج. حلو، راح اسوي 1 2 3، راح اسوي 3 تحديات يومية. اول شيء نبيع الريش، نروح ل الفالنتاين. خلنا نشوف ممكن حصلنا شيء هني. تعال تعال، كم نجمة انت؟ كم نجمة؟ ان شاء الله 3. يا سلام يا سلام يا سلام، شيء فخم، 3 نجوم. حبيت. تعال ادي، تعال خيلي خايف من هذا. تعال 3 نجوم، يا سلام. راح نعطيه منه، راح نعطيه ابو حسن اكيد. خلنا ننزل المخيم، ايش رايكم ننزل المخيم؟ ان شاء الله يكون قريب. ان شاء الله يكون قريب، اتمنى. حلو والله قريب، تصدقون. ايش رايكم نروح نسوي التحدي الاول، ومنها نعطي ابو حسن الغزال. نروح المخيم، الحين وصلت المخيم. نجي للتحديات اليوميه، نلف سهم يسار، دالي تشالنجز جنرال. عندنا التحدي هذا اللي اسمه بيتد ايدوغ، يعني لاعب الكلب. تجون للمخيم تبحثون عن الكلب وين. تعال هذا هو، تجي عنده وتضغط مربع. يلا الطريقة هذه وحسب لي التحدي اليومي، جدا سهل. نروح للتحديات ونشوف ان عليه علامة صح. الحين نعطي ابو حسن، شايفين ما عنده ولا شيء، نعطيه هذا. بعدها بجيب العربة، عندي حيوانات اسطورية بعطيه. جيب 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 الفيكل، عربة الصيد. حلو، الحين نجيب العربة ونعطيه من الحيوانات الاسطورية، بخليه يستمتع. ابو حسن هذا لازم ندلعه، لان صراحة هو كريم ما قصر معاي، فلازم ان احنا هم ما نقصر معاه. شايفين الحيوانات؟ هذول ايش فكرهم هني؟ الحين بنطول طاولتك يا ابو حسن. فل ننزل ونروح للطاولة ونعطيه مثلث. الله، اعطى هذا. بس كافي كافي،
حيوانات اسطوريه كافي. الحين شو نسوي؟ نجيب له طلب، ايش رايكم؟ يحتاج اغراض، نجيب له طلب. حلو. الحين بعد ما اعطاني المحاضره لازم نروح للمكان، بس خلونا نطرد العربه، ما نحتاجها. خلاص شكرا عربتي، شكرا، ما قصرتي. خلي الحيوانات الاسطوريه احتياط. نروح للمكان المقصود، للبروكن داون. المشكله المايك مغطي على الكلام، فنروح للمكان المقصود. شوف وين، لا يكون بعيد. لا والله قريب، والله جدا قريب، شيء اسطوري. الحين وصلنا، شايفينهم؟ فن 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 كفو والله يا روز، كفو يا روز. سلاح حيوانات، ليكون هذا المخدر. دقيقة، ليكون قاعد اضرب بالمخدر انا. لا يهربوا بفلوس، دير بالكم. في واحد يهرب ياخذ فلوس ويهرب فيها، مو فلوس، ما ادري شنو هم. الاغراض. والله شكله هرب، تصدقون؟ لا والله هذول مساعد، قاعد يلمعون، شايفينهم؟ لا. شيء ما حد ياخذهم ويهرب. اطلع زابن ورا الشجره، حشره انت. والله حشره، تعرفون حشره مات الشجر. يلا اخر واحد، اخر واحد، يلا انزل هنا، انزل هنا يا روز يا اسطوره. ايوه تروح تفهمني مع الاشكال هذه. شوف اللي مشيت عليك، فين؟ مو هذا، مو هذا. تكفين، مو هذا، والله مو هذا. لا تكفى، لا يكون قلت شيء، يرحم امكم. حده مو وقته، والله حده مو وقته. جلتشات، خلص من هذول، خلص من هذول بس. تكفى، لا يكون مقلشة، يرحم امك. اي والله مقلشة للاسف، جلتش، شايفين؟ فشنو بسوي؟ يا يخرب بيت الجلتش، ها؟ والله مصيبة يا، خلينا نحذف عليه قنبلة ممكن يضبط. ان شاء الله الله يهديه ويضبط، ان شاء الله يا رب. تكفى اضبط خلاص. خلاص شنو بسوي الحين؟ الحين بعطيه فلوس اخليه يكمل، ما اقدر اشتغل والله. الحين لازم ننتظر 8 دقائق على ما يخلص، علشان اقدر اعيد المهمة. ما راح اعيدها طبعا، راح اعطيه فلوس ويشتغل، لان سويناها مثل ما شفتوا جلتش ابو كلب. تخيل اخذها بالخيل، تخيلوا. والله داشه بالارض، شوفوا داشه بالارض، شوفوا نصها بالارض. خلنا نحرقها. والله ما ينفع، لو تسوي شنو ما تسوي، خلاص قلتت يعني قلتت، انسى. اي والله قلتت خلاص. تكفين تكفين، عشاني تكفين. خلاص ماكو فايده، يلا نشوفكم بعد 6 دقائق. ليش ما نروح نسوي تحدي بال6 دقائق هذه بدل لا ننتظر على الفاضي؟ نروح الفالنتاين.
الحين وصلت البلنتاين بعد الجلتش الخايس، فشنو راح نسوي؟ راح نسوي التحديات. نروح للتحديات اليومية. جنرال عندنا التحدي الأول الفيذرز سولد، نبيع الريش على هذا. بيع. نختار كم وحدة يبي؟ بيع وحدة. 2 3 4 5 اطلع. الحين بعنا 5 ريش، نروح للتحديات اليومية نشوف ان التحدي صار عليه صح. جدا جدا سهل. شوفوا هذا، هذول الهاكات، فشكلهم هاكات مراعي مشاكل. طب نقدر نسوي حركات بالخير يخلونهم نار، ولكن في بعضهم يكونون راعي مشاكل. لا واضح، هذا جدا لطيفة البنت. الحين شنو عندنا بعد؟ نشوف التحديات اليومية. عندنا النبتة هذه، حلو، ليش ما نروح نجيبها؟ الحين خلصت المهمة، لازم نرجع لأبو حسن ونسوي طلب ثاني، بس خلونا ناخذ معانا شيء، ما يصير نروح وإيدنا فاضية. الواحد يكون 3 نجوم، ما في 3 نجوم. تعال 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 تعال، كم نجم أنت؟ 3 نجوم، يا سلام يا سلام، جيت في وقتك، جيت في الوقت المناسب. طبعا نبتة الريد سيج تحصلونها وين؟ في الفورت ميرسر. انا ضيعت بين الريد وبين اليورو نفس الشكل. حلو، الحين بس ناخذ الحلو هذا ونوديه لابو حسن، ونعطي ابو حسن فلوس، نقول اشتغل، ما راح اجيب لك اغراض لان المهمه قلتشت، فانا مو فاضي جلتشات يا ابو حسن. روك ستار يقدرون يلعبون علينا، ما يصير نتعب ونروح ونطق مشوار، واخر شيء تطلع المهمه مقلتشه. ليش في حيوانات قريبه عند المخيم؟ ما في. حلو، ننزل نعطي ابو حسن الاغراض، بس نعطي هذا القزال شيء فخم، 3 نجوم. وبعدين نقول له لا، نقول له يلا نعطيه 20 دولار عشان يشتغل. نقول له يلا اشتغل، ما راح اجيب لك لان قلتك معانا. حلو، الحين نروح لي وين؟ نروح للفورت ميرسر هني، في هذا المكان نحصل النبتة اللي نبيها، اللي هي هذه الريد سيج. حلوين، يلا نروح لأقرب فاست ترافل. الحين قربنا يا أصدقاء، كان مشوار بعيد ولكن علشان الذهب نتعنى. نروح للتحديات اليومية، بعدها جنرال، بعدها الريد سيج، تحصلونه في هذا المكان، تحصلونهم في الفورت ميرسر. هذول ثنتين، هذه وحدة. نفتح الخريطة، هذا مكانهم، ناخذها. باقي الحين 4، هذه ثنتين. والحين نبحث عن 3 بعد، وهذه 3. وهذه 4. وهذه 5. الحين سوينا التحدي، نروح التحديات اليومية نشوف ان عليه علامة صح. وهذا مكان النبتة، تحصلون هني 3 وهني 2 في الفورت ميرسر. الحين ننزل المخيم،
بتكلم عن نقطة مهمة جدا بخصوص التحديات اليومية. أنا ممكن أنزلها متأخرة عندكم، مثلا أنزل تحديات اليوم ينزل عندكم المقطع بكرة، معناته تغير التحديات. بس شنو قصدي؟ قصدي أني أسجلهم شورت ونزلهم بالقناة، ومتى ما تبونهم ترجعون لهم. الحين نبحث عن حيوانات، شوف هذول شنو. خنزير، تعال 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 أبو ريحة، تعال تعال يا يعني ندري انك غادر، بس اللعبة تبي نصيدك، تسوي لهم لاخذ منه الجلد. بس ما انتبهت لك كم نجمة، تصدقون كم نجمة بريحة؟ والله ما انتبهت، تصدقون. حلو، نركبه في الخيل. الجلد تقدرون تشيلون 5 بالخيل مو واحد. وين اخوانه؟ وين العائله الغدره؟ صدقوا ما جربت اصيد هذا بالحبل، بس واضح انه ما يصير، مستحيل. هو بروحه نتفة، وين تصيده بحبل؟ مستحيل. تعال تعال تعال. اوه نجمه واحده. يلا موت. ها خلنا نشوف شلون اقدر اشيله. علقه بجنب الخيل. لا ما يسوى ما يسوى، خليه ولي خليه ولي، احذفه. حتى جلدك ما بيه. يلا ها نروح نبحث عن شيء يكون له قيمه. تصدقون يا اصدقاء شكله جتني عين. قول ليش ما قمت اشوف حيوانات اسطوريه؟ يعني كذا كومنت تقول لي انت كل ما تدش تحصل حيوان اسطوري. تكفى، قول ما شاء الله ما قاموا يبينون، خلاص اختفوا. تعال يخرب بيته، والله ما داني شكلي بسحب عليه. والله شوفوا سريع ايش كثرهم. تعال تعال تعال، ما راح انت، ما راح اخليك انت، باخذ جلدك. تعال والله من الحيوانات المزعجة هذا. يلا جيب جلد. يلا رهيبة ها، والله واقعية. بشيل الجلد. بعدها راح نروح المستنقع نصيد تماسيح. طبعا التماسيح من اسهل الشغلات اللي ممكن تصيدها في اللعبة، لانه واقف ما يتحرك بس يطالعك، وان قربت كلاك. يلا نروح اللي بعده. خلونا نصيد الطير هذا. شوف شنو هذا، نسر. والله شكله كبير صح؟ جيبه. الله طه طه طه. شوف شنو، لا 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 صافر يولون. نشوف شنو. اوف اوف هذا والله ما ادري شنو شكله صراحة. اي هذا النسر اللي في ناس يخلونه ياكل البشر. في ناس ما ادري اي دولة اذا ماتوا يقطونهم على هذه الطيور. تعال انت. بس يموتون الناس عندهم يحذفونهم في مكان، يجون هذول النسور الكبار ياكلونهم. عادات غريبة ها. وع المهم يصطفلوا على قولتهم. خلنا نوكل روز. روز شكلها جوعانة، لو عندي برجر كان اعطيتها برجر لان تستاهل. يلا ايش رايكم نروح المستنقع ونصيد هناك؟ بس خلينا نروح المخيم نعطي ابو حسن الاغراض. ابو حسن قدام، خلينا نروح له نعطيه
الحلال ونكمل، ايش رايكم؟ يو باك. ما في حيوانات قريبة. والله ما في. يلا خلونا نعطي ابو حسن، بعدها نروح لل اللاغراس اللي المستنقع. نعطيه فول 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 فول. حلو. الحين نطلع ونروح وين؟ نروح المستنقع نصيد تماسيح. واول شيء نسوي شنو؟ ننزل المخيم علشان يكون قريب. لا المخيم وين رايح انا؟ حلو. الحين وين بروح؟ الحين بصيد لي تمساح، بعدها بروح ابحث عن طيور الفلامينجو احصلهم ورا. بس قبل ما تطير الشمس لازم اصير اتعلم. لا 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 خلي ولي خلي ولي. بس ليش سلاحي دقيقة؟ شنو؟ منو اختار السلاح هذا؟ انا ما اخترته. نروح نبحث عن خلنا نعطي الخيل عشان ما يزعجك شوية تعب، ونوكل روز طبعا. هذا تمساح. بس ما تنقص النجوم صح؟ كم نجمة الحين؟ 3. والله نايس، شيء اسطوري، شيء فخم. المشكلة ما نقدر نشيل الا واحد بس، لان تعال خيلي يخرب بيته شلون هرب. تعال ما في احد. نبي الحين طيور الفلامينجو شلون؟ نبي الفلامينجو. المفروض نحصلهم هني. هذول 3. يا سلام. بس ما ادري شنو هذا، خلينا نشوفه. والله كنا نبي. حلو حلو. هذا نفسه برقبه. جيبه. بس انا كنت ابي اللي لونه تقريبا برتقالي. حط واحد هني. جيب الثاني. يا سلام. نجمة واحدة. حلو. طبعا قابة الشمس ما اتوقع اني راح اصادفهم. يا سلام. الحين نروح المخيم. شوف مخيمنا وين اليوم. والله المخيم ورا. ليش ما جيت هني يا ابو حسن؟ تعاند يعني شنو؟ خل نروح المخيم. يلا الحين وصلت للمخيم. طبعا مكانه خايس. ليش؟ لانه على الحدود، يعني لا هو عند التماسيح. صراحه مكانه جدا سيء، يعني لازم اني اخذ العربه و خلنا نعطيه. اكيد راح تكون هابي مان اكيد يعني. الحين خلاص بروح اصيد تماسيح ونحطهم وين؟ نحطهم بالعربه طبعا. اتوقع العربه اقدر اشيل فيها 3 لان فيها حيوانين اسطوريه. فنطلع اختصار. هذا واحد. حلو. الحين شو بسوي؟ الحين بطلب العربه. ان شاء الله ما تكون بعيده وتستهبل علي. اطرد الخيل. لا والله تستهبل. والله والله تستهبل. ليش ما تستهبل؟ شوف مكانها وين. لا والله حليو يعني، مو سيء. يلا طبعا ناخذ الجلد ونروح ركض. رياضة حلوة ولا؟ يلا 1 2 1 2 1 2. نروح للعربة.
حلو الحين نشوف. اتوقع ان فيها الحين فيها ثلاثة، نشوف اي ثلاثة يعني. الحين لازم نصيد تمساحين. لا خنزير خلي يولي. طبعا بالليل اللي سويت الايجل اي يبينون التماسيح، شوفه يلمع. مين نبي لنا تمساحين؟ ما يهم الكواليتي، اهم شيء يكونوا تمساحين فقط. الحين بوريكم صيد التماسيح بالليل وشنو فائدة الايجل اي. خلونا نشوف واحد مثلا، نتقدم شوي. شوفوا الايجل اي هذا، شوفوا التمساح، شوفوا شلون يصير. وين 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 وين؟ شفتوا شكله؟ يصير بالطريقة هذا. لو نروح نشوف واحد بعيد، شايفين اللي وراء؟ تخيلوا ورا الشجر واضح. فهذه فائدة انك تصيد تماسيح بالليل. نجمة واحدة ليش؟ يلا ما عليه. اهم شيء اهم شيء شنو؟ ان نصيد. حلو. الحين نروح لاخر واحد هنا نشوف كم نجمة. نجمتين اوف. يلا جيب عادي. جيب الجلد. حلو الحين فولنا العربة. وهني اكون وصلت لنهاية المقطع، بس باقي اني شنو؟ اجيب الخيل واخذ تمساح زيادة. وبعدها نوصله للمخيم. شكرا لكم، يعطيكم العافية على المشاهدة، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع قادمة. السلام عليكم. حلو طردنا الحين العربة، باقي بس نجيب ماربية ونصيد التمساح الأخير. شايفينه؟ اقعد بس اقعد. يلا يلا تعالي ماربية. طبعا خيلي ماربيا هو خيلي العربي الاسود، يفتح معاكم ليفل 70 وسعره 42 ذهب. نروح نودي البضاعة والحلال للمخيم ابو حسن. بدأت أصوات الجن. تسمعون الأصوات؟ تحول الروح. ويل ويل ويل. التمساح. يلا عندي بالعربة ان شاء الله راح اجيبهم لك، بس تنقص بضاعتك يا ابو حسن. يا سلام الخيل هذا الليت اللي بالخيل رهيب الليل. فخر حبيبي.